في مفاجأة بعد كده في مفاجأة بعد كده ان الملف اتلعب فيه. دخلت المستشفى وولدت. انت الورقة بتاعت الجواز العرفي دي كانت معاكي ولا كانت معايا؟ الورقة كانت هو معاه ورقة وانا معايا ورقة. تمام. وانا في الوقت ده اللي وانا في المستشفى اللي بيروح وبيتردد وبيجيب لي حاجات من البيت، وانا بت ليلة في المستشفى ولاد قيصر كده بت في الليلة. اختفت الورقة دي. اختفى الورقة دي يعني اختفت بعدها بحوالي اسبوعين. طب معلش سؤال اعتراضي كده، لما هو قرر انكم تتجوزوا عرفي وفي السر، في حد من اسرتك كان عارف ولا ما كانوش يعرفوا؟ في اخويا كان عارف. واحد من اخواتي بس، الباقيين ما كانوش عارفين. لكن حد من اسرتك كان عارف. وحضر مجلس العقد كمان يا دكتور. وحضر كتابه العقد العرفي. كان موجود. وابن عمه ده كان حاضر موقع وواحد تاني معايا. لكن في قعده العقد ده ما فيش صوره، ما تصورتوش؟ لا ما تصورناش. انا بساعدك قانونيا. انا فاهمه طبعا. تفاصيل صحيح. تفاصيل طبعا. لا وهمه جدا طبعا. لو عندك صوره في لحظه العقد. اللي بيتردد على الشقه ويجيب لي الحاجه منها وحاجات للمستشفى، حاجات للبيبي والكلام ده كله، ده ابن عمه. تمام. ولدت وخرجت وقعدت، فمفترض انا يعني ما جاش، بقول هو ما جاش ليه؟ يقول لي هو بس مشغول، هيجي بكره. ما اعرفش الايام بتعدي. طب هتيجي اتصل بيه؟ انت ما جيتش. طب هتيجي تثبت البنت امتى؟ طب انا مشغول. طب انا ما اتعصب، بدا يشتم. طب قلت له انت قلت احنا بنتكلم في فبراير 2017. فبراير 2017. تمام. بعد ايام من ولاده دياله. ما جيتش. طب انا جاي بكره. طب انا جاي بعده. طب انت، طب انا بقوله مش جاي، مش منفذ، واتعصب ويشتم الكلام ده كله. تمام. دخلنا في يقول لي انا دلوقتي انا الموضوع يعني المشكله ان انا لو سجلتها انا بدور على واسطه علشان اسجل البنت بطريقه ما تتعرفش في السفاره الايطاليه انه في بنت تانية وفي تعدد زواج. فالموضوع ده هياخد وقت، انت مستعجله لما في ناس بتسجل بعد سنه.